خلينا نقول كده نروح مع حضراتكم لهذا التقرير في الأول بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. أطلقت وزارة الداخلية فعالية يوم 30 يونيو ضمن المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد. والحقيقة هذه المرحلة السابق إطلاقها حتى نهاية عيد الأضحى المبارك بإذن الله، أعده الله عليكم بكل الخير بإذن الله. وخلينا طبعا نشوف معاكم التقرير ونشوف ماذا ستقدم لكم وزارة الداخلية بهذه المناسبة. طيب خلينا مع هذا التقرير ثم نعود ونلتقي بكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا في التاسعة. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، وزارة الداخلية تطلق فعالية يوم 30 من يونيو 2022 ضمن المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، بالتنسيق مع عدد 22 مول تجاري وعدد 16 شركة وكيان تجاري وصناعي بإجمالي 426 منفذ وعدد 52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي 359 محلاً، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة. مبادرة مجتمعية تهدف لاحتفال بيوم 30/6 وعملية تكافل مجتمعي بين أفراد المجتمع، ولذلك يتم تخفيض الأسعار في جميع سلاسل المحلات لتناسب جميع أفراد الشعب. داعمين في اليوم 30/6 دوت حاجات كتيرة وعاملين خصومات كويسة جدا. في خصومات كبيرة جدا جدا احنا عاملينها بمناسبة اليوم السعيد ده، وإن شاء الله هيبقى عيد قوي لينا كلنا، وإن شاء الله الناس كلها تحس بالفرق. 30/6 مبادرة جميلة جدا من معالي رئيس الجمهورية، حاجة جميلة وكلنا بنساعد فيها، وتاني مرة على التوالي أنا موجود هنا، حاجة رائعة. وانتظرونا 30/6 بخصومات جميلة. احنا عندنا مش أقل من 80 فرع على مستوى مصر. الفروع دي كلها ان شاء الله لنا عروض خاصه ب 30/6. حاول نساهم على قد ما نقدر ولو بجزء بسيط، ونشارك مع الشعب ومع البلد في مناسبه جميله زي دي، وهنقدم اقصى ما عندنا من الخصومات، وهنعمل كل الواجب اللي تشعر به الشعب المصري بان السيد الرئيس مع الشعب وبيقدم للشعب كل ما يمكن من مجهود بيعمله هو والحكومه. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. هذه الفعالية تأتي إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع 33 سلسلة تجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 1002 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. المبادرة صراحة حاجة كويسة أوي، أنا شايفة أسعار فعلا كويسة، يعني ده الزيت يعني ما شاء الله ونازل كتير. المبادرة كويسة جدا وعامل حاجات حلوة الصراحة. أنا باجي من هنا باخد المكرونة وباخد الرز وباخد كل حاجة في المبادرة اللي عاملها السيد الرئيس. مبادرة من الرئيس، حاجات بأسعار مخفضة جدا عن السوق، ولا حاجات جميلة قوي بنشكره عليها، ونتمنى تفضل موجودة على طول، لأن الفرق في السعر لا جميل جدا بصراحة. المنتجات المعروضة في إطار المبادرة تتسم بالجودة العالية والوفرة في المعروض، وهو ما ساهم في إقبال المواطنين في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على ارتفاع الأسعار، لتقدم الدولة كل أوجه الدعم للمواطنين. مشاركة من الدولة ودعم كبير لكل المواطنين بشكل عام لمساعدتهم على غلاء الأسعار الموجود في الوقت الحالي بسبب الأوضاع العالمية. وحقيقي فعلا هي الأسعار مختلفة، وبنتمنى يعني من الرئيس إن المبادرة تستمر فترة أطول. حاجة حلوة وربنا يقدمها علينا كده، ويفضل الرئيس كده في المبادرة بتاعته دي معانا. وتستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحرك،
في تقديم كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الحالي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.